مرحبا بكم، مع حكيمة بلاسيما. راني عندي صدر دجاج، وهاد الصدر انا راح نحضروا به بوراك، والبوراك اليوم راني حنديرو غير بالدجاج. درت زوج حبات بصل خضوره قطعناهم قطع صغار، وبالنسبه للتوابل نحتاجو غير شويه قرفه وفلفل الكحل، وراني حندير ربع مغارف زيت ونقلو هذاك الصدر تاعنا على نار هاديه ونعاودو نولو ان شاء الله. بسم الله، قلت لكم نحتاجو 4 مغارف تاع الزيت ونخلو يتقلى غير على نار هاديه. نقلو ونديرو هذاك البصل ونخلو كلش يتقلى على نار هاديه. نزيدو نديرو التوابل تاعنا وديما على نار هاديه وما ننساوش الماء. حنا الدجاج تاعنا راهو طاب كيما راكو تشوفو، والمرقه لازم كاع تشرب. وانا هنا هاد الدجاج دوك تشوفو واش راني رايحه نزيد نديرلو. انا هنا الدجاج كيما قلت لكم درنا له الفرماج، انتو الفرماج اللي حبيتو يعني ديروه. انا هنا راني درت 4 بورسيون، ورانا رايحين ندخلو كاع داك الفرماج في هذاك الدجاج. حنا كيما راكو تشوفو زدنا درنا المعدنوس، وندخلو هذاك المعدنوس تاعنا ونبداو نعمرو في الديو. بسم الله، انا بدينا نعمرو في البوراك تاعنا. ديما نديروه في الوسط كيما راكو تشوفو، ونغلقو هكذا بشويه. علاش نقولكم؟ باش يعني لافارس تاعنا ما تخرجلناش. بسم الله، وكيما تعرفوا الديول تاعنا دي فوا يكون نطيحو في ديول ماشي مناح، يقدروا يعني البولاك تاعنا ما يجيناش مليح، لازم نغلقو مليح ونزيد الحبه الثانيه معاكم. بسم الله، راح نزيدو الحبه الثانيه معاكم. يعني ديما نقول لكم في الوسط، ديما ديول تاعنا لافارس تجينا في الوسط، ما نقربوهاش ونقلبو هكذا كيما راكو تشوفو، ونغلقو البوراكة تاعنا. بسم الله، كيما راكو تشوفو حنا هنا كملنا تعمار تاع البوراك تاعنا وغلقناه مليح. ونقول لكم على خاطر انا هاد البوراك اللي عمرتو راني حنحتفظ فيه في الكونجيلاتور، وكي نسحقو نتجبدو على حساب الافراد تاع العائله تاعي. وهنايا ما بقى لي غير نقول لكم صحه فطوركم وفي امان الله.